زعم أهل الدعاء في تعليقه على كتاب التوحيد أن آدم عليه الصلاة والسلام يقع في الشرك، فهل هذا زلل من هذا الداعي؟ وكيف نفهم اسمة الأنبياء؟ هذا خطأ لا تفهم. الأنبياء معصومون، الأنبياء معصومون من الشرك، بل من أهل العلم من عصمهم من جميع الذنوب، قالوا معصومون من جميع الذنوب، واختلفوا في الصغائر منهم هل تقع منهم الصغائر أو لا تقع. فلا يجوز لأحد أن يتهم هذا النبي الذي هو أبو الأنبياء عليه السلام بهذه التهمة. بارك الله فيك شيخ. هل